انا النمله جوده المصري ودول مجموعه من اخوان الحشرات. محمود باشا حسين بتاع امن الدوله اتفق معايا اتفاق، قال لي عيش نمله تاكل سكر، انا من ناحيتي وفيت ونملت على الاخر. فين السكر؟ بيتقال ان ده حكم عسكر. لا والله ما حكم عسكر، انا اقسمت بالله ان احنا ملناش طمع، وهتشوفوا ملناش طمع في اي حاجه ولا في اي رغبه ولا اراده لحكم مصر. عيط بقى اعمل ايه يعني؟ لسه النكد والكابه والحزن كله جاي حول. هو كله مش مصدقين ان مصر مش هتبقى قد الدنيا. اقف امامكم للمره الاخيره بزي العسكري. كلها نص ساعه والبدله هتنشف. بالمناسبه انت تقصد بده ايه؟ انك انت تاخد؟ مش هقدر، مش عايز، انا مش قادر اديك. والله سامحته. ايه صدق؟ ما كذب عليك، ما كذب. نتكلم شويه بارقام، نقول احنا فين. الزعامه دي ما تجيش الا من قلب اسد. قلبك هيبقى اسد. شوف يا فندم والله انت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب اسد هفجأ. ما يصحش ان انا اعمل مع المصريين كده، وما يصحش المصريين يقبلوا مني كده ان انا اقول لهم في شكل وانا من وراء هذا الشكل. لا يجوز. اوعى يا واد غيره تكون بتشتغل عمك الضو. عيب يا ضو. في ناس يعني دايما يقول انت بتتاخر في الكلام. ليه بتتاخر في الكلام؟ لان انا الكلام عندي بيعدي على فلاتر، على قلبي زي العسل. فلتر الصدق. في مصر مفيش مجال لديكتاتور خلاص. في مصر هيتم تداول السلطه كل 4 سنوات. الفحل عاجبني بصراحه. فلتر الامانه. يعني انا لما اجي اقف الوقفه ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه، انا بقف مع مصر. لو اتامرت عليه بعد ما تولى يبقى انا اتامرت على مصر. وفلتر الحق، ثم في الاخر ده يرضي ربنا اقوله ولا ما اقولوش. واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه، بندعمه بنأيده. مسك مسك يا والدي. شو ازاي تصور حضرتك ان كل كلامي كده؟ يعني انا بتعذب قوي عشان اتكلم. مره حكيم قال اس السلام عليكم. هل ده مقبول ان احنا نسيب الدين ده للقادم، الاجيال القادمه؟ لا حرام. لاولادنا، لاحفادنا؟ يعني هو ده الميراث اللي احنا بنورثه لهم؟ انا افتكر لا. الناس محتاجة رادل بحقيقي، رادل زي صلاح الدين الأبنودي، خدت بالك؟ فأرجع تاني، مش هقول هطمنك، هي الأقوال ما بتطمنش أبداً، هي الأفعال تطمن، فيا رب الأفعال تخليكم تروا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أسمع صلاة النبي حلو. هو هيطلع عرنب ولا إيه؟ أنا مش عارف، ركزوا معايا. نقول له أنا هزود عليك التذكرة جنيه، يقول لك أنا غلبان مش قادر. صحيح. وأنا كمان غلبان مش قادر. فاكر المترو؟ كان بجنيه. فاكر كيس الشيبسي الكبير؟ كان بجنيه. فاكر البيبسي الصاروخ؟ بجنيه. فاكر الدولار؟ لا ما كانش بجنيه ده. عمره ان احنا نطلق عمليه الاصلاح الاقتصادي وتعويم تغيير سعر الصرف. شايفك متماسك ولابس ازرق يعني وحاول نفسي على لبس السجن. ناوي ان شاء الله اسرق عشان اعرف اعيش. الوحيد ان انا اسرق. احنا لما خدنا قرار التعويم، تعويم الجنيه المصري، كنا عارفين ان هيبقى فيه ليه تاثيرات صعبه على كل المصريين. الو، هو الدولار بكام النهارده؟ كل اللي كانوا قاعدين قالوا ايه؟ لا. قلت لهم يا جماعه هو العمليه مش عافيه، مش يعني مش لا والله ما بالعافيه. لا بالعافيه. ده بالعافيه. انت دلوقتي تحت جهاز كشف الكذب. جاوب على الاسئله اللي هتتوجه لك بكل صراحه. هو الدولار بكام النهارده؟ وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. طب اشرح لنا حضرتك، فهمنا الخطه اتفضل. في مصر كده كام في المية، كام في المية منهم ما كذبش في حياته كدبة؟ المشكلة الكبيرة اللي موجودة معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق. والفضل يرجع لي، ولازم نرد الفضل لاصحابه. صادق قوي وامين قوي ان شاء الله. الراجل ده حالف قسم، يعني استحالة يكذب ولو على رقبته. كام؟ ولا اقول كام في المية كذب في حياته كدبة؟ خليك امين مع نفسك. انت را جبت التباتة دي منين يا؟ انت را مين نمر؟ ولا اشقاء العرب قدموا لنا بالفعل 12 مليار دولار، هيدونا تاني؟ هم 12؟ اكتر شويه. اكتر كتير. تعرف الرقم الحقيقي؟ اكتر كتير. استغفر الله يا علاء، ده واجبنا واجبنا. استغفر الله. لا ما تحرجنيش اكتر من كده يا علاء. تدخل الاشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و14، انا بقول لكم لم تكن لمصر قائمه حتى الان. مذكره كنت طلبتها في يونيو 2014 كان عن موضوع جزيرتين. الجزر مسجلة لدى مصر انها جزر سعودية، ومسجلة لدى السعودية انها جزر سعودية. ارجو ان الموضوع ده، ارجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني. الله يبارك، مش ده المهم. اصل انا عليا اثار زي ما تقول كده بحسن دخلي. لا نسمح بان ارضنا تشكل قاعده لتهديد جيرانها او منطقه خلفيه لهجمات ضد اسرائيل. امن وسلامة المواطن الإسرائيلي
جنبا الى جنب مع امن وسلامه المواطن الاسرائيلي. انت طول عمرك بتفكر غلط، انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ والله محدش هيقدر ياخد نقطه ميه من مصر، واللي عايز يجرب بقى. انت بقى انت لساني هلا. اصبروا معايا سنتين. قلت اصبروا معايا ايه؟ سنتين. بس اصبروا عليا بس شويه، اصبروا عليا كمان شويه. ما تحل يا باشا، هو ماله؟ مش قصته، ما تشيلوش الهم، ده انت بكس، طور من نفسك. الناس في مصر مظلومة، والناس في مصر ما بتاكلش كويس، انا مش هاكل. والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، انا مش عارف اعلم. والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، مش عارف اشغل. بقول لك ايه، سيبك من الصعبانيات دي بقى، ها وسمعنا حاجة حلوة بقى. انا لو عايز افتتح كل يوم مشروع، بس خايف عليكم. هما ليه؟ انا هعمل قصور رئاسيه وهعمل المليارات عندي ملهاش قيمه بالمناسبه، اللي بيسمعني عارف الكلام ده. انت بترمي فلوس يا معلم سلطان؟ مالهمش مكان عندي في الخزنه. حققنا انجازات. عايز اقول لكم الدنيا كلها بتتكلم عليه، الدنيا كلها بتقول يعني مصر بسم الله ما شاء الله. ففهمناها سليمان. طب انا عندي ازمه، طب انا عندي مشكله، هتتخلوا عنها؟ كل اللي فالح فيه بس كل شويه يمسك حد مننا ويقول لك همسكك السلك عريان يا واجعه مربربه. يا بتوع الاقتصاد بيقولوا لي افكار اعمل فلوس من ال يا جدعان، عاوز فلوس بقى، عاوز اختني، اعمل فلوس من اي حد بس غير ان انا انصب على حد او اخطف حد. اديك اتلطيت اهو، انت واهلك وبلدك كلها، وكل ده ليه؟ عشان منفض ومسقع ومترلها. انتوا الايقونه بتاعتنا، انت البطل. جميل، هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ الموضوع ده لازم يتلم، ولو ما تلمش يبقى التغيير لابد منه. خمسه بالحب. بس انا اسمع ان حضرتك ديكتاتور.